ذات سياق. أيضا ينضم إلينا الدكتور محمود عالم الدين، أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة القاهرة. دكتور محمود، أرحب بك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. إذا جماعات الإخوان الإرهابية أو جماعة الإخوان الإرهابية تحاول أخذ بعض المواد من الداخل المصري في مختلف المناطق وفبركتها واستخدامها من قبل قناة الجزيرة. تعليقك دكتور محمود في هذه القصة التي يعني نعيشها كل فترة تقريبا. تعليقي أنه في حالة يأس من قناة الجزيرة بتوظيف المحتوى التقليدي لها، بتلجأ كعادتها إلى استئجار بعض العملاء لكي يفبركوا لها بعض الأخبار، لكي يفبركوا لها بعض الفيديوهات لكي تحقق أهدافها. كلنا نعرف أنه قناة الجزيرة ليست مجرد قناة، لكنها ذراع قوي لجهاز الاستخبارات القطري الذي يعمل لحساب أكثر من حساب أجهزة استخباراتية لقوى كبرى. فهنا يعني هذا جزء من عملية التضليل الإعلامي وحرب المعلومات والعمليات النفسية التي تتعرض لها مصر منذ 30 يونيو. وأنا بذكر المشاهدين الحقيقة بواقعة منذ أيام عقب فيلم، وأنا أتصوري أن هذا أحد تداعيات مسلسل الاختيار. طبعا هناك مقال نشرته الجزيرة على موقعها تمجد فيه هشام عشماوي وتصفه بأنه أحد رموز المعارضة الإسلامية. هذا القاتل الخائن العميل الإرهابي يوصف بأنه أحد رموز المعارضة الإسلامية. حصل نوع من رد الفعل القوي السلبي لما نشر. النشطاء ومنظمات حقوقية رفضت ما نشر واضطرت الجزيرة لحذف هذا. نعم. يعني إذن هناك نوع من الإصرار على معاداة مصر على نشر، وهناك نوع من الإفلاس أيضا دكتور محمود، يعني ما تتحدث عنه أن هناك يعني نشر بطريقة فجة كوصف عشماوي بأنه أحد رموز الدين وما شابه، إذن ذلك إفلاس لهذه التنظيمات الإرهابية ولهذه القناة، وإفلاس للقناة وإفلاس للتنظيمات، وتأكيد على قوة الجبهة الداخلية المصرية وعلى قوة وعي المصريين وإيمانهم ورغبتهم في تحقيق الاستقرار ورفض أي محاولات لجهات خارجية لزعزعة هذا الاستقرار. نعم، يعني منذ فترة طويلة الحقيقة دكتور محمود وقناة الجزيرة دائما ما نتحدث على أن الفكرة من الممكن أن تؤثر أكثر من استخدام السلاح تحديدا، أو الكلمة تؤثر أكثر من استخدام السلاح. هذا ما تلجأ إليه قناة الجزيرة منذ فترة طويلة عن طريق فبركة العديد من الفيديوهات، يعني والتي أصبح موضوع يدعو للسخرية إذا صح القول. إلى متى ستستمر على هذا المنوار دكتور محمود برأيك؟ هي الحقيقة يعني الجزيرة في حالة إفلاس، رغم أنها ينسب إليها أن هي أسست مدرسة رائدة في التضليل الإعلامي. هذه المدرسة بتقوم على يعني فبركة بعض الأخبار، تكرار أخبار سابقة وضعها في سياق آخر، فكرة التركيز على الأخبار السلبية. صحيح. فكرة الاستعانة بما يسمون أنفسهم نشطاء لنشر بعض الأخبار. أنا بذكر برضو المشاهدين بالفيديوهات اللي حصلت منذ عدة شهور عندما نشرت الجزيرة نفس الفيديو لنفس الشخص في محافظتين يتظاهر في نفس الوقت. صحيح. يعني الجزيرة التكنيكات التي تستخدمها في التضليل الإعلامي أصبحت كلها مكشوفة. الأخبار القديمة، اللعب بالكاميرا، اللعب بالمونتاج، يعني فبركة بعض المشاهد، نشر أخبار مجهلة، محاولة صناعة أساطير من شخصيات تافهة زي المقاول الفاشل محمد علي وبعض النشطاء في سيناء. يعني كلها تكنيكات بالية، المواطن المصري واعي وكشفها، وبنقول لهم يعني لابد أن تبحثوا عن تكنيكات جديدة. صحيح. لأن المسألة بقت مكشوفة والمواطن بدأ يسخر منكم، وأنكم أفلستم بدليل أنكم رجعتوا تاني تدوروا على عملاء يقوموا بفبركة فيديوهات وتشكلوا خلايا بتفكرنا بخلية ماريوت السابقة وما حدث فيها. طبعا أنا بحييك دكتور محمود عالم الدين، أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة القاهرة، بشكرك شكرا جزيلا.